لعبة الكورة، هروب موفق من الجول كيبر جورج اوا، الحارس الغاني، ضرب الزاوية، أحمد سمير فرج يلعبها على سهلة، كرة عند الجول كيبر جورج اوا، يلعبها هاني سعيد، رأسية مرة ثانية، ترجع تاني عند محمد فضل، محمد فضل ومحمد جابر، بجعب رجله حمص يلعبها في الناحية العكسية، فيها كورة لكن يا سلام، وجورج اوا، جورج اوا يخرج من مرمى كرة بثقة، برافو، لكن الراجل ده بيخوف شوية جمهور النادي المصري، بيقولوا عندنا حارس يعني غريب الأطوار، ممكن يمرر منتهى الخطورة، حسن عبد ربه عرضية وجورج اوا يتألق، يتألق جورج اوا، حسن عبد ربه يمارس هوايته، يعمل الزيادة العددية، مستني جول، مستني جول، بص شوف الأكشن، والله رائع، والله مبدع، والله مبدع يا جول يا كيبا يا جورج اوا، مرة ثانية أحمد سامي، مستني جول، مستني جول، بص شوف الأكشن، والله رائع، والله مبدع، والله مبدع يا جول يا كيبا يا جورج اوا، مرة ثانية أحمد سمير فرج، عبد الله السعيد، عبد الله ينطلق بعرض الملعب، ترجع تاني عند حسني، حسني عبد ربه هيربط 1 2، فضل فرج إن هو يلعبها يوسف جمال، أحمد سمير ممكن يلعب العرضية، استنى على كورته أكثر من اللازم، يلعبها في الناحية العكسية، منتهى الخطورة، وأوبا! يا سلام يا جورج يا جورج أوا، أوا هو المان أوف ذا ماتش، هو الرجل المباراة الأول، يمنع هدف التعديل، يمنع الإسماعيلي من الرجوع للقاء، بص أحمد سمير فرج عملها في الناحيه العكسيه في الناحيه في الجانب الاعمى، بقول لحضراتكم منتهى الخطوره، تواجد هجومي، راسيه مثاليه، لكن موجود حارس المرمى جورج اوا، ضربه تمريره جانبيه، ممكن يلعب العرضيه على الايمن بعيد، موجود ابو جريشة، معتصم سالم ولا ابو جريشة، هو ابو جريشة على طريق الهجوم، ابو جريشة على طريق، تعالى ابو جريشة صاحب الراس الذهبيه، يلعبها ذهبيه، لكن المتالق جورج اوا ابعاد وتبقى ركنيه، ضربة زاوية، عبد ربه مرة ثانية، سبق يوسف جمال، مصطفى كريم يمر 2001 وكانت على استاد القاهرة مش على استاد بورسعيد. ادي الضربة الحرة، جيلبرتو يلعب العرضية خطيرة، انما طالع شكله حارس مرمى كويس، الجواب بيبان من عنوانه، تحركه في الكرة اللي فاتت والكرة اللي قبلها اللي طلع عمل الجامب ومثل لاعب الوسط، يعني في المعتز اينو وحسام عاشور، انما المعتز ماشي بشكل يعني طيب. ادي ابو تريكة، حلوة حلوة يا ابو تريكة، براءة الاختراع بتاعت الفاولات دي باسم ابو تريكة، باسمه يعني، وهو رايح لها شكلها هتيجي خطيرة، انما يتألق جورج اوا ويعوض جزء كده من غلطته في الهدف، ويروح للكرة كويس قوي ويطلع كرة خطيرة للنادي الاهلي. مرة تانية ابو تريكة، طالع من المرمى جورج اوا الحارس الغاني، أمامية، مفيش حد جوه ال 18، وليد شعبان المساعد اللي جنبه، جيلبرتو، حلوة 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 الركنية، حلوة يا فلافيو، إنما جورج اوا يعني بقول لحضراتكم الراجل عمل خطأ في الشوط الأول، إنما طلع فاول جامد قوي من أبو تريكة، وأدي هدف مؤكد تاني بيطلعه على مرتين، يعني الكرة اللي فاتت أدي الركنية، وأدي فلافيو بدأ يشغل بقى الحاسة الميكانيكية كده لرأس فلافيو، بيلف بدماغه يعني 180 درجة بضربة رأس جميلة، ويتألق الحارس وليد شعبان المساعد، ادي عرضية خطيرة انما يمسكها جورج اوا، بقول لحضراتكم اللي تألق في الشوط الثاني، طلع اكتر من كرة خطيرة للنادي الاهلي، كانت قريبة للتهديف، وعوض خطأه في بداية اللقاء، صافرة نهاية احداث لقائنا اليوم، عشاء الساحرة المستديرة متابعي شاشة لعبها على جهة اليمين محمد امين، واه خطيرة كانت من جانب محمد امين في جهة اليمين، لكن الاخيرة التي تصدى لها حارس المرمى جورج اوا، جورج اوا رقم 14 مباشرة ناحية حارس المرمى، الحارس جورج اوا الشبير الذي نراه الان في خانه ليست من عاده المشاهده من خلالها، لكن الان يتقدم ومحاوله، لكن جورج اوا يبطل محاوله كانت ممتازه، كان بامكان منافق بوشكير استغلالها، وبالتالي عموما ضاعت الكره. عموما نتابع الكره من جديد، لا
لمناف بوشقير الذي كان بإمكانه أن يحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي. محاولة جيدة من مناف الذي بدأ بالكرة ثم تابعها حتى تمكن جورج أوفي من إيقاع على المنتخب الغاني. والكرة لدى سعد الحارثي، يلعب الكرة ناحية تيسير الجاسم وتصيبة ممتازة، والحارثي لم يستغل الكرة التي كانت مهيئة أمامه طبعا وسط خطأ فادح كان من جورج أوفي. واضح أن جورج أوفي يعني هناك العديد من التسديدات التي لامها ناحية حارس المرمى جورج أوفي، والذي طبعا لا يتمكن من اصطياده إلا على دفعتين، بالتالي من الممكن استغلال مثل هذه الكرات، هذه الكرة الماضية التي كان بإمكان سعد الحارثي أن يستغلها. عموما طبعا الذي يمتلك الكرة هناك محمد أمين بجانبه، أيضا سعد الحارثي لا يزال يمتلك الكرة، يبحث عن زميل مع مناف، طبعا مناف بوشقير إلى الشلهوب، والشلهوب أيضا يضيع الكرة، ومحمد أمين وجورج أوفي يستبسل أمام لاعب المنتخب السعودي. قلناها يا جماعة وتحدثنا بها، المنتخب السعودي أداء. نقول إذن المطلوب هو فقط رصد نقاط الضعف والقوة، وربما أننا هنا رأينا أحد نقاط الضعف وهي عدم إنهاء الهجمة، وبالتالي ربما أن طبعا المدرب كالديرون قد رصد هذا الأمر، وبالتالي ربما أنه يصحح هذا الأمر في المباريات القادمة. هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب، في أن نرصد الخطأ حتى وإن كان المنتخب مغلوب. هذه الكرة الماضية التي أضاعها محمد الشلهوب، ثم حاول محمد أمين ولكن جورج أوفي أبعد الكرة. طبعا شاهدنا واحدة لمناف بوشقير وكرة للشلهوب وكرة لمحمد أمين، وسبقتها كرة أيضا لمحمد أمين. Scouting Mbazima Shilower. And he's being followed by a whole horde of VIPs here. Christopher Bongo, Ghana, come here with a great deal of experience. Of course, the coach came with a totally different change, starting from the goalkeeper, who is a local, the only local base. Actually, there are two of them. The goalkeeper changed because Jimmy Ate is very, very sick. He couldn't play. Look up front. It goes with Amor and Mutari. Very strong players. But I know South Africans are waiting to see the number 10, Stephen Appiah, and the number 8, Asian Michael. Both are midfielders, but they are very offensive midfielders. South Africa are playing exactly the same position, same formation as the Black Stars. So it is the game that both coaches want to win it straight away. It's attack-minded football, old and green. Well, you heard it throughout the week. Both teams are looking for attacking football as Pina looks for the run being made by Bartlett. And in the end, Owu collects comfortably. He'll be grateful for the first touch, for his first touch on the ball. Morris, Bartlett, Aaron McGuane amongst those in attendance on the edge of that area. Looking much better from Pina, but it's Apia who's head up, finds Vilagati. First time strike, can't get through the traffic. Now it's Mabiza in a shot which is lacking in power. And Owu pulls it on the second attempt. Chinese in the Masa 2005. Kolekana ilu hugu ikana kamu cio-cio ka kwana ka Delron Bartley siapa di sensi jasa Borussia Dortmund kaman ka Bundesliga Jerman Steven Pinar Eba bolo ilu kutihang itu ala kante Lerato Chabandu Bapa di sam mamilu Sundowns Sombaset Ingham Nolo Kamani, John Owu. Obata Kamani na Kingston Alaria, OJ Mabizola. Lerato Chabangu, Okara, Warra! Sulame Kolo Baldino. Atum Fendi Stadium. Wakoko Ota Kamani. Oren Nalue na George Owu, Talafala, Gifapanu Wanesu. Alafala di Fapa ni pagi soka Luena Josh Owu kan ni tu wang mesti pandang of course the DRC the Democratic Republic of Congo
before this match were in second place in group two. And as a son of a party, they did it at the last one. Telling me so, no, 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 until the last few minutes. Delron Bakke, Steven Pinar, Paoli Mabolo, Haile, Joyce Owu. Watch out, and Bakke! He was a team of Kamani, Joyce Owu. Timia sa etibla kamani Josh Owu ya moata tule di kute kwa tafala mchaka ipi kete lang empa sewa haule lore oso peri le sere esa lore mchomu hausa na seta sua seta la kamra mona chevo mwenye kalto lite mwenye audimo venga mwono kamani Josh Owu.
الهوب والذي يلعب كرة مباشرة تصل إلى جنب. هنا كرة تأتي وبالتالي تأتي كضربة مرمى. هذه كرة محمد أمين الأخيرة التي تصدى لها حارس المرمى جورج أوبي على المنتخب الغاني. والكرة لدى سعد الحارثي، يلعب الكرة ناحية تيسير الجاسم وتصيبة ممتازة، والحارثي لم يستغل الكرة التي كانت مهيئة أمامه. طبعا وسط خطأ فادح كان من جورج أوبي. واضح ان جورج اوبي يعني هناك العديد من التسديدات التي نراها ناحيه حارس المرمى جورج اوبي، والذي طبعا لا يتمكن من اصطياده الا على دفعتين، بالتالي من الممكن استغلال مثل هذه الكرات، هذه الكره الماضيه التي كان بامكان سعد الحارثي ان يستغلها. عموما طبعا المطلوب هو فقط رصد نقاط الضعف والقوه، وربما اننا هنا راينا احد نقاط الضعف وهي عدم انهاء الهجمه، وبالتالي ربما ان طبعا المدرب كاديرون قد رصد هذا الامر، وبالتالي ربما انه يصحح هذا الامر في المباريات القادمه. هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب، في ان نرصد الخطا حتى وان كان المنتخب مغلوب. هذه الكره الماضيه التي اضاعها محمد الشلوب، ثم حاول محمد امين ولكن جورج اوفي ابعد الكره. طبعا شاهدنا واحده لمنافذ الشقير وكره ليتش الهوب وكره لمحمد امين وسبقتها كره ايضا لمحمد امين. All right, he crosses the ball in. The heads will go up and very poorly done. But they have a second bite of the cherry. George Owu goes out and makes a firm save. Ten regions of the Republic, especially our viewers in the northern region, pressure on, but George Owu comes to the rescue. And for those watching in the Volta Regional Capital, Vo, the Ashanti Regional Capital, Kumasi, and of course, we're grateful that you're still staying up to watch in the much-needed goals in this friendly international. Don't forget the punishments that. Goalkeeper George Owu just did. Now people are taking side. Participants moving to open spaces, stringing their passes very well. A long one. But he gets to it, but George Owu comes up. He makes a grab, makes a save. Yeah, and he gathers it. Thank God for that. Came out aggressively there. What's interesting, that player was the who ended up for the last ball. He was a player who started the move. And South American cousins, the Brazilians. And thankfully, well, a brilliant save. Was that a header at goal? Well, or was it clearance? He's heard the joke about Issa Ahmed. And no, the end product though, perhaps not what we're looking for, but the Mexicans. And getting a bit excited about George Owu recovering his senses very well.